مشاكل كده، لكن انا باكل عيش لغايه ما ربنا يسهلني. بس مفيش حاجه في دماغك لسه تسهيلات ربنا دي عامله ازاي؟ نفسي ربنا يكرمني وابطل منها واعرف اشتغل ايه؟ ايه؟ يعني حاجه ما فيهاش شبهات وخلاص. حاجه ما فيهاش شبهات. خالص. ده يعني انا بسمع سعد جديد. اه لا. سعد الصغير سعد الجديد. كنت بموت. ولو تسالني الشغلانه دي حرام ولا مش حرام اقول لك حرام. بمنتهى الصراحه. قول تاني كده. لو سالتني الشغلانه دي حرام ولا مش حرام اقول لك حرام. هتقول لي لا ده فين، انا بقول لك انا معتقد بكده. هتقول لي طب هتضيف فلوسك فين، هقول لك سيبني مع ربنا انا وانا حر. لا ماليش دعوه بفلوسك وانا هشوف هعمل ايه وانا هعمل ايه. مظبوط. وانا لكن انت دلوقتي مقتنع ان اللي انت بتعمله حرام. اه حرام. وعايز تبطله. اه عايز ابطله. مين اللي وصل لك الاحساس ده؟ حد كده. لا حد. حد شيخ صاحبي كده قعد معايا وقال لي خلي بالك كده، حاول تصلح الموضوع دوت، تبعد عنه باي طريقه. وبفضل ربنا كل يوم بقى الدين حديث وبتاع وحاجات كده. وانا حاسس ان شغلانه اللي يقول له حلال يبقى هو، يبقى انا الشيخ هو قايل لي حاجه غلط، عايز كده ماليش دعوه. كل واحد وشيخه. كل واحد وشيخه. انا اللي راجل اللي معايا قال لي حاول تبعد عن الشغلانه دي وخلاص. طب ايه انا بعمل فيها ايه؟ حرام حرام. بيني وبينك كده لما وقعت في المرض ربنا ما يوقعك تاني ابدا يا رب، حسيت ان اللي انت عملته هو السبب، او اللي انت بتشتغله واللي انت بتعمله اللي انت شايف دلوقتي ان هو حرام هو السبب في وقوعك؟ لا هو سبب. مش لسه. هو موعظه من ربنا. موعظه. اه موعظه ربنا بيقرص ودنك. بص بس دي قرصه كبيره بقى، مش قرصه يعني واحد يحصل له مغص مش عارف ايه ولا ضرس يقول له بص ربنا. لكن دي دكتور بيقول له لو الساعه 6 عدت عليك هيموت يعني. فدي موعظه كبيره قوي قوي بفضل ربنا سبحانه وتعالى. فنفسي ربنا ياخد بايده يعني يشني من الحته ديت، عشان انا تعبان اصلا في الحته ديت. ايه اللي بيحتل تفكيرك 24 ساعة؟ على طول في فكرة على طول انت عمال تفكر فيها، حاجة بتحتل تفكيرك بلاش 24 ساعة صراحة يعني؟ منتهى الصراحة احنا قاعدين النهاردة مش عايزين دبلوماسية على فكرة من الأول كده عشان نكون متفقين، صح يا جماعة؟ مش عايزين دبلوماسية، عايزين نتكلم بصراحة. والجمهور انت مسهرنا النهاردة ومسهر سادة المشاهدين في البيت ومسهر الجمهور معانا هنا. نتكلم بقى من غير دبلوماسية. حاجة على طول شاغلة تفكيري. طب ممكن اقولها لك بس نعدي منها على طول؟ ما نعلقش عليها؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ نعدي ولا نقف؟ خليكم حنانين عليا بقى، ماشي؟ واحدة بتقول لي لا. انا هقولها لك ومش هنتكلم فيها كتير. خلاص. نفسي مش بتمنى اموت وانا مطرب يعني. مش عايز تموت وانت مطرب؟ بعد الشر علينا كلنا يعني. بس يعني بتمنى يعني ان انا يعني اجي اغني شويه كده وخلاص. دايما خايف من كده، مش حاسه اخر الاحلام يعني. انسان جه الدنيا يعني مش دي اخر الاحلام ان انا بغني. عايز توصل لفين؟ عايز اعمل حاجات احسن من كده. زي عشان خاطر يوم ما نتكلمش في ده. انا قلت لك كنت بعرفيني. مش بتمنى اموت وانا مطرب، بس اخر الاحلام يعني. انسان جه الدنيا يعني مش دي اخر الاحلام ان انا بغني. عايز توصل لفين؟ عايز اعمل حاجات احسن. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.